البنات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو المنتظر من البنات، يخلوا لي تعليقات على الرجيم وتنحيف البطن المتدليه. اول حاجه مرحبا بكم في القناه، ان شاء الله تكونوا في احسن حال، واذا كنتم من الزوار جدد لا تنسوا الاشتراك تفعيل الجرس. ويلا بينا نبدو الفيديو هذا باش يعني نحكوه خطوه بخطوه باش تفهموني. اول حاجه البنات، اذا كان عندك كرش كبيره ومتدليه وانت ضعيفه، يعني كاين بنات بزاف يقول لك انا ضعيفه، جسمي ضعيف، ما عنديش لا صدر لا ارداف لا يعني ذراع عين، لكن عندي الكرش. هنا عندك جسم التفاح، يعني كل مورفولوجي عندها اسم، اسم جسمك التفاحة. هذا الجسم مش يحتاج، ما يحتاجش للرجيم، لا، يحتاج إلى تمارين المقاومة، تلقوها في اليوتيوب. تمارين المقاومة هذه تأكلي معها البروتين وتلعبيها، فتزيدي الحجم تاع الأرداف تاعك وتزيدي حجم الذراعين، وفي نفس الوقت تلعبي تمارين تنحيف البطن. ما نحكي لكمش على الفوائد تاعها، يعني ما يفوتش عليكم 6 أشهر كان لطاي تاعك تسقم، بشرط انك تكوني مداومة عليها. اذا قدرتي تدخلي لاصال باش تلعبي، ادخلي العبي وشوفي كوتش ثم، يعني طفلة تدربك، وصدقيني راح تلقي نتيجة روعة، خاصة كي تكبري الارداف وتكبري الذراعين يعني الجزء العلوي، البطن تاعك راح تولي متناسقة مع الجسم تاعك. نروحوا الان الناس، هي سمينة مثلا توزن 80 كيلو، عندها شوي كرش فمقلقتها. اذا كان عندك شوي كرش وحابة تتخلصي منها شوي كرش، يعني نقول يعني بقيس انك تحكمها بيدك تحكم، يعني ماشي حاجه كبيره كبيره مدليه قدامك فوق اللازم، هنا تولي تعملي ريجيم. ننصحكم بريجيم لواحد الاخت اسمها آل شاويه، تلقوه في الفيسبوك. اللي ما عندهاش فيسبوك تقول لي راح ندير لكم فيديو عليه ونفصله لكم تفصيل. وديروا الشوربه الحارقه، الشوربه الحارقه يا البنات اكتبوها في ورقه، تفرجي فيديو دوركم بعد جيبي ورقه واكتبي لي ديتاي. هي عباره على الكرم، الكرم نقطعوه ومعاه اللفت، هزوا الكميه اللي تحبوها، كرم ولفت، وكذلك قطعه صغيره تاع اللحم من الصدر، ورشه من التوابل ورشه من الملح، طيبيها وكولها. هي شويه تجي صامته ماشي ملاحه، ولكن تسد الشهيه وتحرق الدهون بطريقه رهيبه، خاصه اللي عرسها قريب وسمينه بزاف وعندها جسمها كما نقول احنا مقلقها، فدير هذه الشوربه الحارقه. ولكن نحذركم انكم تديروا الريجيم ولا تديروا الشوربه الحارقه بلا تمارين، لانه احتمال جسمك يترهل فتولي تندمي انك اصلا درتيه. ديري الشوربه الحارقه، ديري رجيم الشويه، والعبي سبور يوميا، العبي ربع ساعه 20 دقيقه اللي قدرتي عليه، فبهذه الطريقه تشدي الجسم تاعك. وزائد انك رطبي جسمك بالزيوت يوميا، الجسم تاعك يترطب، رطبيه ملح ودلكيه ملح ملح. ديري له المساج باش الجلده تاعك تبقى متماسكه، خاصه اللي فوتوا 30 سنه و 40 سنه ويحبوا يديروا جيم، فتكون شويه الكولاجين ما عندهمش، هنا تولوا تحلوا في مشكله الترهلات. فهمنا هذه الناس جسمها كله سمين. الان نروحوا للناس عندها جسمها كما قلنا كرشها كبيره فوق اللازم، دارت سيزاريان، ولادات متكرره الى اخره. شوفي اختي العزيزه، ننصحكم بلاجين، لاجين تتباع في كل عند الناس كامل يبيعوا فيهم. كاين اجين سبيسيال يلبسوها النساء اللي دايرين سيزاريين، قولي ليها اعطيها لي هذيك. واش ديري؟ تحكمي تدهني كرشك بزيت التفاح، زيت خل التفاح، وكاين زيت اسمه خل التفاح، ادهني به الكرش، ولا ادهنيها بالفازلين والشب وديري لينو، ثم البسي لاجين ولعبي سبور. ما نحكي لكمش راح تشوفي نتيجه روعه، تمشي وكرشك تنقص 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 حتى لين تشوفها بي يعني صفه مليحه، يعني ماشي الكرش اللي تدلى قدامك يعني وعيفتها اخرى تقولي ليندا عفتها ولا الزوج تاعي راهو ينتقدني. فديري ديري النيلون، ادهني كرشك حتى بزيت الزيتون سيدي، ولا بالشب والفازلين وزيت الكافور ايضا كاين، حطيت لكم الوصفات في القناه، والبسي لاجين تاعك ولعبي سبور مليح. واللي عندها دراهم ومترفها تشري الكورسي، الكورسي هذا تلقوه متوفر في لي باج، اذا لقيت باج نحط لكم. وقال كاين واحد احترافي ب 700 ألف. هذا الكورسي تلبس 8 ساعات في اليوم، تخدمي بيه كل شيء، كان كي ترقدي تنحيه. هذا ينحت البطن وينحت الخصر وما يديرش الترهلات، خاصه للبنات اللي راهم ضعاف بكلهم الا الكرش. وتلعبوا سبور وتشربوا الان المشروبات هذه اللي احنا نقولها لكم، اكتبوها وباذن الله حتفيدكم. اول مشروب روعه اللي هو 4 كؤوس ماء دافئين على الخواء، كي تنوضي الصباح تشربوا 4 كيسان تاع ماء يكونوا متوسط الحجم تاعهم دافئين، ثم تصلي صلاه الفجر تاعك والصبح وتخدمي شوي اعمل هكا وتفطري. لازم وجبه الافطار تفطر، لان الافطار راه مهم باش يعطيك الطاقه تلعبي سبور. ثاني مشروب اللي هو قبل الاكل، المشروب هذا تشرب قبل الاكل، هو تاع الزنجبيل والقارص، حطيته لكم في القناه منذ اعوام، اللي هو القارص والزنجبيل الطبيعي يطيبوا
ويضربوا في المكسر، وكل يوم تشربي منهم كاس ماء دافئ قبل شو اسمها قبل الغداء وقبل العشاء. هذا يثبط لك الشهية وينحي لك الدهون، ومعاه تلعبي الرياضة يدير لك دوتوكس. وش معناه؟ معناه انه لابو تاعك تولي تبرق، تولي بيضة، تولي ما كاينش فيها الترهلات، فهمتوا؟ لانه الديتوكس مليح للجسم. واحسن ريجيمات انا شخصيا نحبهم اللي هو ريجيم الشويه، واحسن ريجيم بالنسبه لي انا شخصيا مجرباته قبل ما كنت نحب نضعف يعني فتره المراهقه، اللي هو تمتنعي يا اختي العزيزه عن الاكل من الساعه 5 مساء. من 5 شوفي كولي الصباح افطري مليح، حاولي تفطري بروتين مثلا كعبه تاع عظام ولا حاجه، وتغدي يعني غداء عادي، وكلي تحلية بسيطة ماذا بك يا أورت، كعبة تاع فاكهة، حتى كعبة تاع قاطو مشي مشكلة. المهم توصلي للخمسة تاع العشية تحبسي الأكل وتشربي. مثلا كان حبيتي توكلي فضلا جعتي، كان الناس تحب تاكل بزاف، كلي سلطة، كلي سنارية طيبة في الماء، يعني جزر مقطع طيب في الماء معصور عليه عصرة تاع قارص. يعني إذا اضطريتي تاكلي كولي امور اللي هي تخفف الوزن مش تزيد، ومش تروحي انت ديري ريجيم شهر كامل وتروحي تضربي مثلا صحن تاع مقارونه صحن تليتي في الليل، يروح لك كامل المفعول والرياضه تروح كل. وبعد ذلك كي تبدي تنقصي ابدي عاد كولي عادي بشوي بشوي، ولعبي سبور تاعك راح تشوفي انه الجسم تاعك تحسن. وحاجه معروفه انه البنات انه اذا كنتي ولدتي ولا يعني عند درتي سيزاريان ولا حاجه اكيد راح تترهل كرشك، اكيد راح يخرج لك تجاعيد، هذا امر طبيعي، هذه ضريبه الامومه. قولي الحمد لله انك ام وحبي روحك كما انت واعملي على تحسينها. وكاينه حاجه اخرى الان حنقولها لكم للناس اللي عندها الدراهم، لانه شوفوا كل حاجه في الدنيا هذه قادره تتحصلي عليها بسرعه اذا كان عندك الدراهم. كاين الان التنحيف الموضعي. التنحيف الموضعي هذا اش خليته لكم على الاخر لانه على بالي مشي الناس كامل عندها الدراهم. شوفوا كي يكون عندك مثلا 4 ملايين جملي 4 ملايين وروحي للاستيتيك، روحي لاي وحده تاع تجميل عفوا اللي هي الحفافات اللي عاد يقروا درك على التجميل، روحي لها دير لك جلسات موضعيه للتنحيف. صدقوني بنات هذه الجلسات تنحف بطريقه رهيبه، هي اصلا راح تضرب لك واحد الابره بعد ما دير لك التحاليل، وبعدها دير لك واحد المساج. ما نحكي لكمش خاصه البنات اللي راهم حابين يديروا نيو لوك، حابه تخلع الزوج تاعها يشوفها يعني كانها عروسه جديده، ولا انت راح تتزوجي كرشك كبيره وحابه يعني يشوفك الزوج تاعك يعني بطريقه جميله، روحوا ديروا التنحيف الموضعي، جملوا الدراهم، تقصدي ديري شحيحه ولا حاجه، جملي دراهمك وروحي ديري التنحيف الموضعي. والتنحيف الموضعي يحتاج ريجيم بسيط ويحتاج مداومه على التنحيف الموضعي، وتولي حتى الكرش تاعك بلا يعني لاصقه في ظهرك اذا داومتي عليه. ايضا التنحيف الموضعي مش غير للكرش، راه للارداف المترهله، للذراعين، لاي مكان، تفهمنا؟ ايضا التنحيف الموضعي الفايده تاعو انه يجدد البشره وكذلك يحزقها يعني تولي مشدوده، بالاضافه انه التنحيف الموضعي ينحي لكم حتى السيلوليت. البنات اللي عندها فخاذها من تالي يكونوا مكمشين وكلش، فتقدروا ديروه ويعطيكم نتيجه اكثر من اي حاجه اخرى. وانتم ثاني في الدار الناس ما عندهاش دراهم، ديما انا نحب نعاون اي وحده تكون كيفي ما عندهاش امكانيات يعني كبيره، تقدر ديري المساج بالزيوت، شري خل التفاح خلطيه مع الزيوت ودهني ادهني ادهني مليح ولفي ولبسي لاغين ودوري ولعبي سبور وتهلي في جسمك راح يرجع ان شاء الله كما كان. المهم بنات هذا هو الفيديو حبيت نقوله لكم، فقط اشروا لاغين ولا الكورسي باش يعاونكم باش تدخل كرشكم وتهلوا في رواحكم، والسلام عليكم.